جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا طلب مني شخص ما أن أشتري له سيارة معينة بالنقد ثم أبيعها عليه بالأقساط مع زيادة الثمن، كان أشتريها ب50,000 ريال وأقسطها عليه بمبلغ 70,000 ريال، هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت السيارة أو السلعة التي تريد أن تبيعها بثمن مقسط في ملكك قبل العقد مع المستدين، أنت تملكها قبل أن تعقد مع المستدين، فلا بأس بذلك، وهذا بيع حلال. أما إذا لم تكن في ملكك وإنما يتم العقد ثم تذهب وتشتريها فهذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم.